أعزائي المشاهدين، أهلا بكم ولقاء متجدد من برنامجكم قضايا وأسرار. ودايما يا رب كل أيامكم حياة متجددة بالسعادة والحب والتفاؤل. في بداية حلقتنا أحب أن أنا أتوجه وأخص بالتهنئة رجال الشرطة الشرفاء بمناسبة عيد ميلاده عيد الشرطة رقم 68، وأخص بالتهنئة أيضا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وكل الشعب المصري بهذه المناسبة. دائما معكم برنامج قضايا وأسرار، هو برنامج الرأي الحر، الرأي البناء. موضوع حلقتنا النهاردة العلاقة بين الكاب والميري، بمعنى أدق هي علاقة بين المحامين ورجال الشرطة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله العظيم. مهنة المحاماة أو مهنة الشرطة هي من أسمى المهن، لأنهم هم الاثنين بيسعوا لتحقيق العدالة واستظهار الحقيقة. هنتكلم في برنامجنا النهاردة عن أهم المحاور أو كيفية العلاقة تكون إزاي بين المحامي وبين ضابط الشرطة. هنرحب بضيفنا الكريم أستاذ بدر محفوظ بدر، المحامي الابتدائي بالبحيرة. أهلا بحضرتك أستاذ بدر. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك، نورتنا في برنامج قضايا وأسرار. أنا اللي نورت بالتشريف بحضرتكم والمسؤول والحضور في برنامج قضايا وأسرار، وكانت دعوة جميلة ليا وأنا لبيتها، بخصوص لأن الموضوع ده ليه من الأهمية بمكان. وشكرا ليكي على استضافتنا. شرفتنا استاذ بدر ورئيس القناه. زي ما قلنا ان موضوع الحلقه هو العلاقه بين المحامي وضابط الشرطه. تمام تمام. احنا هيكون محور النقاش بتاع الحلقه العلاقه بين الاثنين. هي دايما علاقه مشاركه، علاقه تعاون، ليست علاقه تصادم او احتداء. تمام تمام تمام, تمام. ايه رايك في نوع العلاقه بين الضابط وبين المحامي؟ دايما الحق وتحقيق العدالة ورفع الظلم على الناس يحتاج لثلاث ركائز أو ثلاث أركان، هي المحاماة والقضاء والشرطة. فعشان نكون دولة عادلة صح متسمة بالعدل ورفع الظلم وإرجاع الحقوق لأصحابها، لازم أن يكون في تعاون متبادل بين الثلاث ركائز دول، اللي هي المحاماة والقضاء والشرطة، ويكون تعاملات متبادلة بكافة طرق التعاملات المحترمة. كده يبقى إحنا إن شاء الله رب العالمين نكون في دولة تنصر العدل. ده وجهة نظر، قد تكون تختلف مع الآراء، إلا أنها لابد من توافرها. الثلاث أركان دول لازم أن يكونوا متحدين، بينهم تعامل محترم من أجل إعلاء العدل في الدولة ورفع الظلم عن المظلومين. يعني هي العلاقة علاقة مشاركة، علاقة مشاركة طيب. من بداية ونهاية. تمام. طيب من خلال ممارستك لمهنة المحامي، هل قابلت بعض السلبيات اللي أثرت على أدائك اللي هو اللي أنت تقدر تحقق رسالتك كمحامي، باعتبار أن المحاماة هي رسالة ليست مهنة؟ يعني أنا بعتبر المحاماة هي طبعا مهنة حرة، بس أنا ببص لها من منظور تاني خالص، أنها رسالة سامية، هدفها طبعاً الأول والأخير هو تحقيق العدالة طبعاً واستظهار الحقيقة طبعاً. وده طبعا العنصر المشترك بين المحامي وضابط الشرطة، ان هو الهدف الاساسي عند ضابط الشرطة برضو اللي هو استظهار الحقيقة. فهنا الهدف مشترك ما بين الاثنين. تمام. ايه بعض السلبيات اللي قابلت حضرتك كمحامي اثرت على ادائك لرسالتك؟ احنا مش عاوزين نقول سلبيات، ومش عاوزين نقول مشاكل، ومش عاوزين نقول تصادمات بين المحامين ورجال الشرطة، لان ده في طبيعة الامر حالات فردية. تمام. ما ينفعش ان احنا نعممها او نتوسع فيها، ولكن ممكن نصفها بوصف يكون يليق بالروب الاسود اللي هم اصحاب الزي الروب الاسود المحامين واصحاب الكاب اللي هم الشرطه. احنا ممكن نقول عليها ان هي عباره عن تصرفات عفويه شبابيه، لان دايما التصرفات ده لا تخرج الا من الشباب، بحكم ان هو لسه خريج كليه حقوق
ونزل المهنة. أستأذن حضرتك، معانا مداخلة تليفونية. تمام. مين معانا؟ أيوة اتفضلي. أيوة أيوة أنت معاك. أيوة اتفضلي معاكي. كان معايا الشيخ فضيلة المستشار بسعادتك بالوقت. اتفضلي أستاذ بدر معاكي. طيب المهم ده انا بس بستشير اشوفها يعني فيه امل ولا فيه ايه ولا هيبقى ازاي. انا بقول لك اخويا على فكره واحده من البنات 5000 جنيه اخواتي الاثنين وانا ما خدتش. تمام. معلش ممكن حضرتك تعيدي سؤالك تاني؟ ممكن حضرتك تعيدي السؤال تاني من فضلك؟ انا بقول لك اخواتي واخدين كل واحده 5000 جنيه من زمان الزمن وانا ما خدتش ولا مضيت. ميراث؟ وانا ما خدتش حقي ولا مضيت. يعني اخدوا ميراثك مثلا يعني؟ حق انا لسه ما خدتوش ولا مضيت ولا خدت حاجه. يعني ما اخدتيش ميراثك الشرعي من والدك وما مضيتيش على حاجه؟ في البيت. وفي البيت يعني الميراث الشرعي كله يعني الميراث الشرعي كله؟ لا ده هو في البيت. ايه؟ يعني حضرتك اخدتي جزء معين من ميراثك وليس ميراثك الكامل؟ لا يعني ما اخدتش خالص في البيت خالص اي فلوس. تمام يعني اخدتي جزء من الميراث ولا مضيت ولا ختمت ولا عملت اي حاجه. تمام. واقول له يقول لي ما انتش واخد ال 5000 جنيه زي اخواتك. طب اخواتك واخدين من زمان الزمن انا ما اخدتش يا ابني. طيب حضرتك طلبات حضرتك ايه؟ في رجاله حكموني ب 50000. تمام. وهو قال لي ما انتش واخد 50000 في حياتك. انا مش عارف وما جايبنيش. طب ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل. التركه اللي سابها المرحوم والدك بيها اوراق ومستندات باسمه؟ باسم اخويا ده؟ باسم والدك. والله انا ورثت سعد ابراهيم الموت بتبعدني. طيب هرد على حضرتك. حاضر هرد على حضرتك. طيب حاضر. هنتابع حضرتك وتابعي معانا الحلقه وان شاء الله هرد على حضرتك. ايوه استاذ بدر اتفضل. هي بتتكلم في شق الميراث. ده الميراث ده ربنا عز وجل 7 سماوات شرعه ونزل فيه فنزله يعني ما سابهوش للتشريع المصري ولا سابه اي تشريع. ده ربنا عز وجل شرعه من فوق 7 سماوات ونزله في كتابه العزيز ايات المواريث الكل عارفها طبعا وحافظها. كان في قبل كده ان ممكن ان الميراث ده يحصل فيه مدى طويل وقبل ما تحصل على حقك ياخد وقت طويل في المحاكم الا ان خلال سنة أو اتنين تقريبا. طيب حضرتك يعني تنصح إيه يعني؟ أنا المرأة أنا المرأة إزاي تتعامل مع حصولها على حقها في الميراث وخصوصا إن وبعض الرجال بيستغلوا حق المرأة فيه وخصوصا في الريف. عشان خاطر المرأة وعشان خاطر حق وأكل حقوق المرأة التشريع المصري في الدورة البرلمانية اللي فاتت سن لنا تشريع قوي بيرقى حق الميراث في فترة قصيرة. ممكن هي تتوجه لأقرب محامي ليها وهو هيجيب لها حقها. التشريع المصري واكب العصر وتلمس إن في أمور كتيرة واحتياجات المرأة في أخذ حقها وسن تشريع قوي. هي تقدر تتوجه لأقرب محامي ليها وإن شاء الله ربنا بتاخد حقها في أقرب وقت. تمام نرجع لموضوعنا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق مؤخرا على تعديل قانون المحاماه لمنح المحامين مزيد من الحصانات. تمام. ايه ابرز تلك الحصانات اللي تم تفعيلها في التعديلات الحديثه؟ هو ابرز تلك الحصانات جت في الماده 49 ان لم يخونني يعني رقم الماده. قالت للمحامين الحق في التعامل الكامل باحترام مع من المحكمه وجميع الجهات التي يتعاملون معها. ده كانت من ابرز الحقوق اللي ظهرت. الحق الثاني اللي جه في القانون الاخير وتعديلاته ان في غير حاله التلبس لا يجوز القبض على المحامي او حبسه احتياطيا في غير حالات التلبس. تمام. اثناء محدده اثناء اداء وظيفته او الدفاع عنه. طب لو حصل لا يضبط ولا ما يتخذش ضده اجراء الا تحرير مذكرة وتعرض على المحامي العام أو فورا على المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختص. فكده بقى فيه حصانة للمحامي هيمارس حقه بكل ثقة
وهيمارس حقه بدون تجاوزات، وده بيشجعه وبيساعده ان هو يؤدي رسالته كامله، وده بيشجعه. تمام. زي ما قلنا اتصال محمد من الجيزه. ام محمد اهلا بحضرتك، اتفضلي. اهلا بحضرتك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الاستاذ لو سمحتي؟ طبعا اتفضلي. تحت امرك، اتفضلي يا امي. بعد اذن حضرتك هسال حضرتك في حاجه بس. تحت امرك. انا من 2016 ابني كان حد بيستغله، يعني على مستوى القريه اللي احنا منها، هو بقى اجرام ومخدرات وحاجات وحشه كتير قوي، وابني كان في الوقت ده عنده 19 سنه، فهو استغل بقى في حاجات كتير قوي. المهم اخر حاجه طبعا حصلت مشكله فخد فيها مؤبد. تمام يا ام. وهو كان بيروح لقسم الشرطه بيهدده بيقول له ما تقولش عليا، وان قلت هولح في امك وفي اخوك الصغير وكده يعني. تمام. طبعا بعد 4 سنين انا ما عرفتش الكلام ده الا بعد ما المقضي اترفض. سؤال حضرتك يا ام. دلوقتي ابني بقى بياخد ايه؟ بيقضي حكم مؤبد. تمام. واللي هو ده اللي هو حرض وبيستغله الوقت موجود وانا عرفته. تمام. ينفع حضرتك اروح اعمل بلاغ ان هو المجهول اللي في الورق هو ده؟ يعني القضيه كانت اتحركت جنايه ضد ابنك وفيها مجهول. ايوه فيها. أيوة. مجهول. طيب مجهول وما تحددش. ما تحددش. بيقول التحريات لم تستدل عليه، وهو موجود ومعروف للبلد كلها هو وضعه عامل ازاي واجرام عامل ازاي. تمام. انا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه. ابني ده وانا الوقت حاليا عنده 24 سنه وهيقضي حكم مؤبد. ماشي اوكي. حضرتك تابعينا اثناء الحلقه واستاذ بدر هيرد على حضرتك. تمام. استاذ بدر هيرد على حضرتك. تابعينا اثناء الحلقه. اتفضل. شكرا. يا امي انت ممكن تتوجهي للسيد المستشار المحامي العام اللي انت تابعه ليه، وتقدمي شكوى بنشاط الشخص اللي انت بتتكلمي عنه ده، والسيد المستشار المحامي العام هياخد فيها اجراء فوري. بس اهم شيء ان يكون كلام حضرتك له صدى ومصداقيه، عشان المحامي العام يعني ايه قراراته دايما حاسمه وقويه. انت تتوجهي للسيد المستشار المحامي العام وقدمي شكوى وقولي فيها ما يعن لك من طرق الاجراميه، وهو هيتخذ الاجراءات اللازمه ان شاء الله. ايه استاذ بدر، هل الميديا وظهور المحامي بصورة غير لائقة أثر بالسلب على مكانة المحامي في الواقع؟ دايما الميديا يعني مش بتأثر بالسلب، بس ممكن نستخدمها بطريقة سلبية، ده اللي بيأثر. إنما يعني الميديا أنا بلاحظ أن أحيانا المحامي صورته في الواقع غير الصورة اللي هي الميديا بتقدمها. تمام. إحنا زي ما بنقول أن المحاماة رسالة وليست مهنة، أنا بعتبرها كده. ده نقل صورة عن المحامين غير الحقيقة، يعني بيبين المحامي أنه يتفنن أو يصنع وقائع، أو هو صاحب فكر إجرامي لأشخاص مجرمين. عمر ما كان المحامي كده. دايما المحامي هو نصير للحق، هو دايما يرتدي ثوب العدالة، هو دايما يبحث عن الحق، ده أساس المحامي. انما ماشي ممكن الميديا تدخل حاجه زي كده، ده بتلفت انتباه وانظار الجمهور ان المحامي طائفه ما يروح لهاش الا اللي عاوز يعمل كارثه. طب بالنسبه للقضايا اللي هي قضايا المخدرات، تمام بيكون المحامي فعلا عارف ان اللي الموكل بتاعه متهم وبيقبل القضيه، ايه راي حضرتك؟ وهنعممها. طيب. بقى سواء كان حاضر او قاتل او حاضر. بالنسبه للمحاماه، المحاماه لو خدناها من الناحيه المهنيه البحته، المحاماه هو البحث عن تطبيق صحيح القانون. تمام. وهي دي الاشكاليه اللي بيننا وبين الشرطه، اللي بيننا وبين مامور الضبط القضاء. أيوه. ده الاشكاليه، ده اللي بيسبب الاشكال بيننا وبين مامور الضبط القضاء. دائما المحامي يبحث عن تطبيق الاجراءات الصحيحه. طيب اي زميل او انا لما يعرض عليا قضيه مخدرات وعارف ان هو بيتاجر في المخدرات، قضيه سلاح وعارف ان هو بيتاجر في السلاح، قتل وعارف ان هو قتل، الشغل لو هنتكلم من الناحيه المهنيه البحته، الشغل المحامي الاول والاخير هو متابعه الاجراءات التي اتخذت ضد المتهم. تمام. وبذلك بتكون بقى ايه نسب البراءات، وده بتبقى من اخطاء مامور الضبط القضائي،
لان دائما مامور الضبط القضائي لما بيسطر محضر مخدرات او محضر قتل او محضر شروح في سرقه ما بيكونش منصف في تحرير محضره دائما، بل نقول 90% من مامور الضبط القضائي يختلق وقائع وكيفيه ضبط غير الحقيقيه، ودي اللي بتعمل بطلان في الاجراءات ونتيجتها بيكون في احكام براءه. طيب نتكلم من الناحيه الشرعيه، من اعان ظالما لا. طيب انا استاذن حضرتك تحت أمر. احنا طبعا بيتابعنا كل الفئات وكل الثقافات، تمام؟ مش الكل فاهم يعني ايه مامور الضبط القضائي. رجال الشرطه من تمام. اول العسكري في وزاره الداخليه لحد سياده اللواء وزير الداخليه، ده يدعى عليه في القانون او اسمه القانون الصحيح مامور الضبط القضائي، من بدايه العسكري الموجود في وزاره الداخليه للسيد الوزير وزير الداخليه، ده مامور ضبط قضائي. طيب يعني هنا الخلل اللي بين المحامي وبين مامور الضبط القضائي كما حددناهم هما فئات متعدده. فئات متعدده تمام، بيكون الفيصل ما بينهم في بعض المسميات هي اللي بتحسم الخلاف ده، زي مثلا المحاماة. طيب ناخد اتصال تليفوني ونرجع لحديثنا تاني. ما اتفضل مين معنا؟ محمد. استاذ سيد. محمد اتفضل معانا. ايوه استاذ، بس حضرتك انا كان عندي ملابس بعدي تمام. اتفضل قول سؤالك سامعك. طيب وكنت ماضي لصاحب المعدات على شيكات بنكيه. معلش بعد اذن حضرتك ممكن تعيد السؤال تاني؟ انا عندي مخبز بلدي وكنت جايب معدات بالقسط بالتقسيط. تمام تمام. وكنت ماضي لصاحب المعدات على شيكات بنكيه تمام. فانا تاخرت شويه في الفداه بروح اشتكاني. تمام. فدلوقتي انا دفعت مبلغ وهو عايز يمضيني تاني على الشيكات اللي هو اشتكى بيها، ينفع امضي ولا ما امضيش؟ يعني حضرتك مضيت اصلا على الشيكات في اول مره، عايز بعد هو عايز يمضيك تاني؟ اشتكاني باثنين تمام. اشتكاك بالشيكات اللي انت سددتها ولا بالشيكات اللي لسه؟ لا اشتكاني باثنين منهم بس، انا يعني كنت ماضي مثلا على 10 اشتكاني باثنين. تمام. فدلوقتي هو اشتكاني وانا سديت مبلغ اللي هو اشتكاني. طيب استاذ بدر مع حضرتك وهيرد على سؤال حضرتك، تابعنا اثناء الحلقه. اتفضل يا استاذ بدر. هو مشكلته ان هو هنا مشكله حضرتك هنا، لان انت تقاعست عن السداد وصاحب الدين اشتكى حضرتك بشيكات او ايصالات امانه، وعشان يتنازل لك يبقى لازم تمضي له مقابلهم تاني. بس هنا هو سدد جزء. سدد جزء. تمام. هل هنا هيشتكي باللي 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 سدده ايضا كمان؟ لا، دائما ان ايصالات الامانه والشيكات بتكون على بياض او محدده القيمه بقيمه تجاوز القدر الدين. طب وازاي يخرج من المشكله دي؟ هو ازاي يخرج من المشكله ديت؟ احنا دلوقتي هو ده حق لصاحب الدين، ولما بيمضي العميل على ايصال امانه او شيك فده بيضمن حقه. تمام. لا، الامضاء ما فيهاش مشكله انه يمضي له مقابل انه عشان صاحب المخبز اللي هو بيقول عليه او صاحب المعدات اللي هو اشترى منها يتنازل له ان هو يمضي، ده ما فيهاش ادنى مشكله، لان هو في البدايه مضى عشان يستلم المعدات عشان يبدا يشتغل هو. حصل بينهم امر زي ما هو بيقول كده، فلا ما فيهاش مشكله انه يمضي له مقابل الشيك اللي هو اشتكى بيه او الايصال. ده امر طبيعي يعني، لان ده بقى الدور ده بقى العرف الدارج في المعاملات التجاريه. ده العرف الدارج في المعاملات التجاريه، انا هديك معدات تمضي لي ايصالات وشيكات. لا مفيش خطوره عليه هو هنا دلوقتي بعد ما سدد جزء من المبالغ دي او الاقساط دي، ان هو مثلا هيرجع يمضي تاني، ان اللي سدده يرجع يطالبه بيه تاني. هو دائما يا دكتور رباب لما بيروح يمضي هو بيمضي شيك او ايصال امانه على بياض او محدد القيمه تتجاوز الدين بتاعه ضمانا لصاحب الدين، فهي في كلتا الامور. بس للاسف احيانا اصحاب الدين بيسيئوا للموضوع ده. في كلتا الامور هي وسيله ضمان فقط لا غير، وسيله ضمان فقط لا غير. فيها تجاوزات كثيره بتحصل وفيها صدمات كثيره بتحصل، بس صاحب الدين ما بيشوفش اكتر من ان ده هو ضمانا لحق. ده احنا دلوقتي بقى عندنا يعني احنا عندنا في اللي هي من خلال ممارستك للمهنه ايه، واكيد طبعا قابلتك قضايا كتير من النوعيه اللي هي الشيكات بدون رصيد او اللي تمام. ايه تنصح بايه في الموضوع ده؟
ده 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 ما فيهوش نصيحه. انا قلت لحضرتك ان صاحب الدين بيبحث عن اقصى وسيله لضمان حقه وبيعملها. طيب استاذن حضرتك قبل ما لانها قربنا نختم، احنا قلنا ان في مفاهيم، بعض المفاهيم اللي بتحسم العلاقه بين المحامي وضابط الشرطه، هل بنحددها هنا؟ هل المحاماه مهنه ام رساله؟ وبالنسبه لضابط الشرطه هل هي سلطه ام مهنه؟ هنا حسم الخلاف بين اللي المفهومين ده، دول هما اللي بيحسمهم العلاقه بين المحامي وضابط الشرطه. تقدر تقيم لنا النقطتين دول؟ الاول احنا لازم نعرف امرين او نحدد امر بمفهوم، ان المحاماه ده رساله لمن يتبعها ويعمل بصحيح القانون، ده رساله تمام. ضابط الشرطه مهنه مكلف بامور وحتما عليه تطبيقها، زي ما قلنا هو بيسطر محضر الضبط القضائي، لازم أن يسطره تفصيليا بواقعة الضبط تفصيلي. إلا أن بقى المفهوم الخاطئ اللي زي ما قلت لحضرتك، أنت سألتيني أبرز المشاكل، أن مأمور الضبط القضائي يعني هنا مهنة المحامية رسالة. ومهنة الضابط وظيفة وليست سلطة. لا، وظيفة وليست سلطة. وهنا بننتهي أن احنا نختم حلقتنا بأن احنا نوصل لمفهوم محدد بين المحامي وضابط الشرطة، أنها علاقة تعاون وليست علاقة تصادم. علاقة تعاون وليست علاقة تصادم. وأن المفروض دور النقابة أنها بتحدد دورات تدريبية للمحامي كيف يتعامل مع ضابط الشرطة. في جزئية بسيطة بتتكلم وتكلموا فيها. استأذن حضرتك معلش، للأسف حلقة انتهت. شكرا جزيلا. بتوجه لكم بالشكر، وبتمنى ان احنا نكون قدرنا نقدم المعلومة المفيدة. ودائما برنامج قضايا وأسرار هو صوت الرأي الحر الرأي البناء. سعدنا بمتابعتكم، ونتمنى ان انتم تتابعونا دايما برنامج قضايا وأسرار كل يوم 4 الساعة 5. دكتور رباب حسين، شكرا.